سجل في نهاية الشوط الأول بعد عرقلة حاج عدلان داخل منطقة العمليات. حاج عدلان قائد فريق اتحاد العاصمة هو الذي تولى تنفيذ الضربة مسجلا الهدف الأول. هدف مقابل صفر كانت نتيجة الشوط الأول من هذه المقابلة. في الشوط الثاني وبعد دخول موسوني في هذه المحاولة يتمكن حاج عدلان بعد خطأ في مراقبة الكرة من أحد مدافعي المشرية يتمكن من إضافة هدف ثاني بقطفة من خط 18 هدفان مقابل صفر.